ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. على اون سلام، أهلا بكم. أي برا نفرك الرمانة اللي صبحت اليوم مكتسحة أعمدة الصحافة المكتوبة. الصباح تحكي على ملف ملغوم يطفو على سطح الأحداث. الصباح تكشف خفايا وملابسات إيقاف سامي الفهري. لو كوتيديان تتسائل أفير سامي فهري لوت كونتر لا كوربسيون أو ريغلومون دو كونت بوليتيك. قضية سامي الفهري مكافحة للفساد أو تصفية حسابات سياسية. وحسب خبرتي المتواضعة مع شريط الأنباء، قال الراجل أميل إلى القول أنه حاجة وحويجة. أما خلينا في الوقائع الساعة. عندكم الشروق والأخبار يحكيوا على مداهمة وتفتيش منزل سامي الفهري وأقاربه. والرأي العام، اللسان الموازي متاع حزب حركة سيدي الشيخ، قالت لكم رئيس فرع نقابة الصحفيين بشركة كاكتوس برود يكذب المحامي عبد العزيز الصيد بخصوص المداهمات بحثا عن التسجيل التحقيق حول النهضة. أي ذكا شدوا من الحكاية هما الطرف اللي مست الحركة واللي اندلت على شيء، فهي تدل أنه محامي سامي الفهري مازال عايش في عصر الكاسيتات والكلوب فيديو جون كلود فوندام وفريدي وجو ذكا. ونقفلوا مع البريس اللي تتسائل أغيستاسيون دو سامي فهري أ كون لا فان دو فويتون، إيقاف سامي فهري وقتاش يوفى هالمسلسل. به غير وسع بالك لابريس، المسلسل هذا مازال كيبدأ. هو راهو فما خلط كبير بين زوز قضايا، قضية كاكتوس برود والتلفزة الوطنية في فترة ما قبل الثورة اللي تحيرت في 2011 وكانت باش تتحكم في أكتوبر، من بعد أجلت لديسمبر. ومخ الهدرة فيها هو أني كاكتوس كانت عبارة بارازيت، جسم طفيلي عايش على ظهر التلفزة الوطنية، تستعمل إمكانياتها ومواردها من بعد تتلهوث على الفلوس. وفما القضية الثانية اللي نحن فيها توا، تهم كاكتوس برود وإيت برود بعد الثورة. هذه مازلت كتحيرت، ومخ الهدرة فيها هو أني كاكتوس برود ولات هي الحامل متاع الجسم الطفيلي، والبارازيت اللي ركب فيها هو إيت برود. ماي كاكتوس تصادرت بعد الثورة، 51 من أسهم تاعها ولات تابعة للدولة. دونك الفهري متهم أنه قبل الثورة كان يحلب في التلفزة الوطنية بكاكتوس، وكي تصادرت كاكتوس عمل إيت برود وشركات أخرى كيفها وطاح يحلب في كاكتوس والشركات الأخرى متاعه هو وأفراد عائلته، شيء مع مرته وشيء مع أخواته. ومن هنا جاء جبدان ومداهمة أقاربه، كان صحة رواية المحامي. أما مفتاح القضية ماهوش عند سامي الفهري راه، بل عند المتصرفة القضائية اللي توقفت معاه واللي نورمالمون كانت مؤتمنة على كاكتوس باش تستحفظ عليها كجزء من أملاك الدولة، وهي توا متهمة بالتداول على اغتصابها بالتعاون مع الفهري وأقربائه وأصدقائه. حكاية المتصرفة هذه طويلة ولا يتسع المجال هوني لسردها، أما لازم تعرفوا اللي فما زاد قاضي مراقب نورمالمون يتبع خدمتها ويهنينا عليها، ومازال ما تجبدش لتو، ومازال برشا فرت آخر لازم نص ساعة باش نخرج منه. تحبوا تفاصيل أعملوا طلعوا الفيديو اللي هبطت البارح على صفحة برنامج موزايك بلوس، باش تعدي منها جيهان إكستريم بعد تو تلقاو صحافي نقابي من ولاد الحوار وكاكتوس يعطيكم العلة وبنت العلة. فما زاد مقال في نواتي نجم يزيد يعطيكم معطيات أخرى، خاطر الخور قاعد يخرج من عام 2016 لكنه ما تحرك كان توا. أكم تعرفوا القضاء متاعنا الاستقلالية والفور ما راي تحذر وتغيب، فهمت؟ ولكن هذا لا يكفي باش نردوها قضية إعلام وحرية تعبير. لا لا آسف، ما عندناش شيء هذا أو كالبواق والدلالة بزيد، احنا الخدمة هذه ما نخدموهاش. أما تو نتبعوا القضية، وأي لقشة متاع خور ولا تلاعب نلقاوها تو نفرشوها لكم بعيدا عن كل خندق. أي نهاركم زين وردوا بالكم من الطفيليات.